حماية المواطن وممتلكاته واستغلالا لمعلومات واردة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسب عقبة، مفادها تواجد عصابة مدججة بأسلحة بيضاء تحترف السطو والاعتداء على مستعملي الطريق مع حرق العجلات المطاطية والرشق بالحجارة لزرع الرعب والخوف بالمنطقة. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان الوقائع بالمنطقة الصناعية حاسي بن عقبة ليتم تطويق المكان ومحاصرة أفراد العصابة وتوقيفهم. تتكون هذه العصابة من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 38 سنة، مع حجز بندقية صيد تقليدية الصنع، بندقية صيد بحرية، 12 سيوف مختلفة الأحجام، شاقور 2، قارورات غاز مسيل للدموع، قارورة بنزين، شماريخ إذا رفعت ضدهم المخالفات التالية: تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية تكوين والانخراط ضمن صفوف عصابة الأحياء، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس. في نفس السياق تمكنت الفرقة من وضع حد نشاط لشبكة إجرامية أخرى مختصة في السرقة بالعنف مع التهديد ضد ساكني منطقة حاسي بن عقبة. مكنت هذه العملية من توقيف شخصين متورطين في القضية مع حجز المركبة المستعملة في ذلك واسترجاع جميع المسروقات، أين رفعت ضد المشتبه فيهما جناية السرقة بالعنف مع التهديد بتوافر ظرفي التعدد واستحضار مركبة. سيتم تقديم جميع المتورطين في القضيتين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.